أليكسي، يا صباح الخير يا أليكسي. صباح النور، يعطيك ألف عافية. ميرسي، أنت كمان تفضل. إحصاءات الحوادث ال 24 ساعة اللي قطعوا، في عنا 14 حادث 14 إصابة، موزعين على بيروت حادثين إصابتين، جبل لبنان 8 حوادث 8 إصابات، الشمال حادثين إصابتين، والجنوب أيضا حادثين وإصابتين. تتوزع أنواع الحوادث بين مشاة، دراجات نارية، سيارات وباصات. أما الأسباب انقسمت بين سرعة، مشاكل ميكانيكية، بنية تحتية وانزلاقات. أما بالنسبة للمهام الامتياز لإسعاف الطوارئ بالصليب الأحمر، سجلت 455 مهمة موزعين على 253 حالة طوارئ، 167 نقل مريض عادي و65 نقل مريض من مستشفى إلى أخرى. بالإضافة للمهمات اللي عم نقوم فيها من خاصة بكورونا اللي تبلغ عددها بال 24 ساعة اللي قطعوا 64 مهمة. هيدا كل شيء، ويعطيكم ألف عافية. بون ويكاند لحضرتك. ميرسي، ميرسي لك أليكسي، ويعطيك ألف عافية أنت وكل عناصر الصليب الأحمر اللبناني.